قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أحمد والترمذي والنسائي بإسناد حسن: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه، وهو الران الذي ذكره الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وصقل من هذا الذنب الصقيل مثل السيف، مثل المرآة عليها غبرة، هذه الغبرة بمثابة الذنب على القلب، فإذا مسحت هذه الغبرة عاد القلب على ما كان عليه من النظافة، وإن زاد زادت حتى يغلف على قلبه، فذلك الران، نسأل الله السلامة والعافية.